سابق أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم طرح 1% من أرامكو، ويعتبر أكبر طرح بالكرة الأرضية. وبعد تصريحات وزير النفط أو وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأنه ربما يتأثر طرح أرامكو بعدة عوامل، إليكم هذه العوامل: أولاً، ظروف سوق الأسهم السعودية، وثانياً، وضع أسعار النفط، وثالثاً، استعداد سوق رأس المال المحلي، أما رابعاً، فيأتي معدل النمو العالمي الذي يؤثر في أسعار النفط، ذلك طبعاً فضلاً عن جاهزية شركة أرامكو نفسها.